وقاعدين في مكان جابهم عادي وبيلموا مننا فلوس عادي. ليه؟ كانت الدولة ادتنا ايه؟ دي فلوسنا. انا كنت شاريين الشقه دي علشان خاطر نتجوز فيها. دلوقتي انا متجوزه مع حماتي. مش مشكله دي، المشكله ان احنا اشترينا من مين؟ اشترينا من خبير في وزاره العدل اللي هو مين؟ من النادي بتاع الخبراء ده اللي هو مين؟ اللي هو عصام. عصام هو بايع لنا. مين اللي ماضي على العقد؟ طاهر. ومين اللي خاتم على العقد؟ طاهر. العقود كلها صورة العقد 20 مليون خدوا مننا صورة الله صورة اي عقد مختوم عليها ومنضي عليها من النادي. مين يحمينا؟ ليه؟ ونروح لو احنا سألنا في حياتي المجتمعات العمرانية بص محمد طاهر محمد حسنين رئيس نادي خبراء وزارة العدل وختم ده بتاع ختم وزارة العدل عقودنا منضي عليها ومختوم عليها من وزارة العدل. في ضمان ايه اكتر من كده؟ اللي يضمن لنا حقنا تاني في البلد دي وجواب الضمان وجواب الضمان يا فندم. نادي خبراء وزارة العدل نادي خبراء وزارة العدل مشترك نادي انا شاري من رئيس نادي خبراء وزارة العدل كلنا كده من رئيس نادي خبراء وزارة العدل فلوس زيادة الراجل ده شاري فلوس زيادة خارج نطاق العقد فلوس كاش خارج نطاق العقد. انا اشتري من مين لما انا شاري من رئيس نادي خبراء وزارة اشتري من رئيس الجمهورية اشتري من 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 اشتري من مين؟ من رئيس الوزراء. يعني لما شاريين من خبراء وزارة العدل قطعة الارض متخصصة ونادي خبراء وزارة العدل اسمه على العقد ده يديني المفروض انطباع ان الكلام ده مظبوط. انا مش انا ما اتصفت عليه مش عارف عشان يتكسب علينا 50000 ولا بتلو شويه ده ليه؟ اكتر من انا دافع 80000 زياده عن ثمن الشقه. يا سعر الوحده قد ايه؟ سعر الوحده عالي جدا. احنا دافعين مقدم بس 130000 واخدهم في ايده غير الاقساط 12000 بندفعهم كل سنه. سعر الوحده عالي جدا مش رخيصه. يعني احنا مش مسترخصين ولا رايحين نشتري حاجه في العشوائيات فتنصب علينا. ده احنا شاريين في كومباوند.